تحية سام مصر الجديدة، وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول تحت ضغط مستويات ال 10 جنيه ونص إلى 10 جنيه 45 قرش بالظبط، اللي طالما تحت منها تظل نظرتنا سلبية إلى أن يثبت العكس أو نشوف نموذج انعكاسي تحت يدينا فرصة شرائية، ولكن حتى الآن لم يتشكل أي نموذج انعكاسي، حتى الآن ما زالت النظرة سلبية وما زلنا نتداول داخل قناة سعرية هابطة. ولو لاحظنا هنلاقي نفسنا احنا نزلنا بعنف وعملنا ردة فعل إيجابية على شكل اي بي سي، ومرة أخرى مستمرين في الاتجاه الهابط داخل قناة سريعة أو وتد هابط ولكن زخمه أقل من الموجة الأولى، ولكن هذا الوتد ممكن يودينا لمنطقة الطلب الرئيسية اللي على السهم اللي عند مستويات الستة جنيه ونص لحد مستويات السبعة جنيه وستين قرش، أو يودينا للمنطقة الثانوية. احنا عندنا منطقة ثانوية هنا، المنطقة اللي ما بين مستويات التمانية جنيه لحد مستويات التمانية جنيه ونص، وده وارد جدا جدا إن احنا نلاقي دعم في المناطق دي. حتى الآن ما فيش أي نظرة إيجابية للسهم، حتى الآن السهم ما اديناش أي إشارة إيجابية. ولو لاحظنا احنا قلنا على الأقل السهم يصعد فوق مستويات ال 9 جنيه ونص حتى يدينا لمحة إيجابية، ولكن حتى الآن السهم مش شاد. لو احنا على فيلم الساعة نلاقي نفسنا ما زلنا بنتداول وفوليوم قوي جدا في المنطقة دي داخل منطقة خناقة لدفع السعر للأمام، ولكن ما فيش أي إشارات إيجابية حتى الآن ظهرت على السهم، وده اللي بيأكد إن احنا ما زلنا بنتداول داخل قناة سعرية هابطة واضحة جدا جدا. حتى الآن ما فيش أي أكشن حصل عشان لو انا بدخل في المنطقه دي واقول ان انا احط وقت الخساره عند مستوى 9 جنيه اعتقد ده حرق فلوس، لان السهم حتى الان ما تنيش اي اشاره ايجابيه، والواضح ده مننا زي ما احنا شايفين الضغوط البيعيه هي الاكثر، كل ما السهم بيصعد كل ما بيستمر الضغوط البيعيه عليه، وده اللي بيودينا لفكره ان احنا قد نشهد الاسعار ما بين مستويات ال 8 جنيه ونص لحد مستويات ال 8 جنيه. في حاله قدرنا نشوف رده فعل ودعم في المناطق دي اعتقد قد نشوف اشارات ايجابيه وجيده، ولكن اذا فشلنا في الحفاظ على المنطقه دي هنروح لمنطقه الطلب الرئيسيه اللي ما بين مستويات ال 6 ونص لحد مستويات ال 7 جنيه 65 قرش. حذر من السهم في المناطق دي، لو انت جوه السهم وخايف وبتقول لا اعتقد ان انت ممكن تنقل وقت الخساره بتاعك هنا، مش عايز اخليه هنا عند مستويات ال 9 جنيه لان المفروض ده 9 جنيه 7 قرش يكون هو المكان، ولكن اعتقد ان المفروض يكون عند مستويات ال 8 جنيه 70 قرش، واعتقد ده وقف الخساره المهم، واعتقد لو انت صبرت عليه فانت هتكون قريب جدا من منطقه طلب مهمه قد نشهد منها رده فعل اللي عند مستويات ال 8 جنيه و20 لحد مستويات ال 8 جنيه 55 قرش. وبالتوفيق.